ولم يثن عزماك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم. سبب إخفاق لاعب القتال في أرض الواقع كثير بتصير حوادث فيه. واحد انه حامل حزام اسود، معه حزام اسود، فصارت معه مشكله في الشارع، ما بتشوف الا انه انضرب، تبهدل الى اخره، وحتى هو نفسه بقراره نفسه مستغرب. طب انا بلعب مثلا الرياضه الفلانيه، انا حصلت لدرجه الاسود فيها، ليش بنزل في الواقع بنضرب؟ او مش قادر ادي، يعني نحكي قتال واقعي. عندي مجموعة أسباب راح أتكلم عنهم، طبعاً هاي وجهة نظري أنا، في أوجه نظر ثانية ممكن أفضل من وجهة نظري، اللي شفته صحيح أو جيد بالنسبة لك خذه، تمام؟ أول سبب اللي هو القوانين. الآن إحنا مثلاً في الرياضات القتالية إحنا نتدرب على قوانين معينة، كل رياضة لها قانون معين. مثلاً بعض الرياضات مثلاً بيلعبوا بهذا الشكل بس، من هون مثلاً إلى أسفل السرة هذا مكان تسجيل النقاط بس، تمام؟ ممنوع الظهر، ممنوع الرجلين، ممنوع الرأس من الخلف، أوكي؟ في بعض رياضات ثانية من عضبتين الحوض من هون من البيلفيك للأعلى بس، يعني تحت الأسفل ممنوع، على الرجلين ممنوع، تمام؟ بعض الرياضات أنه لازم تلعب لمس أو بعيد عن الخصم، إشي بسيط، لمس إنك تروح تلمسه وترجع، تلمس وجهه وترجع، أو قبل الهدف بإشي بسيط، تمام؟ الآن هذا الشخص اللي تمرن ضمن قوانين محددة مقيدة بهذا الشكل، تمرن عليه وركز عليها، راح ينزل لأرض الواقع راح يتفاجأ بإشي ثاني، راح يتفاجأ بالنقطة الثانية اللي هي العنف والإذاء. العنف والإذاء في النوادي بتدربوا، أو إحنا بشكل عام كمدربين بنقول له دير بالك تأذي زميلك، لا تأذي زميلك، لا تستخدم العنف، لا بتشوف إنه اثنين بدوا يصيروا عنيفين مع بعض توقفهم. طبعا الارض الواقع بيحتاج عنف، بيحتاج إذاء وعنف، انت هون يعني دربت على انه ما تستخدم نهائيا عنف، تمام؟ لا إذاء ولا عنف، فلازم تتمرن على الإذاء والعنف، لازم يكون عندك تمرين عليه لو لنفسك، بحيث انه لو صار معك مشكله تقدر تخلص نفسك، اوكي؟ لانه انت لو وقفت في الشارع راح تطبق نفس القوانين اللي تعلمتها ودربت عليها، لأن هي بتصير برمجة. هاي النقطة اللي بعدها، بتصير برمجة داخليا فيك، تصير انت يعني زي كان بدك تجيب نقطة بس، بتركز انك تجيب نقطة بس. الشارع فيه إذاء، فيه خوف، موضوع الخوف مهم كثير. انت اذا تدربت على موضوع العنف والإذاء، يعني مارسته بحياتك في النادي مثلا ضمن واقيات، ضمن أشياء معينة المدرب يقدر يعطيك إياها، أنت وصلت لمرحلة اللي هي البرمجة، غيرتها، يعني البرمجة القوانين هاي أو التقييد اللي صار أنت تحررت منه، صرت تقدر تأدي بشكل ممتاز. مرحلة الخوف هاي يعني أنت متعرض لها في النادي، فأنت متخلص منها في الشارع، تمام؟ أنت بتتعرض لها في النادي فأوريدي متخلص منها، فبس لو صار معك شيء في الشارع أنت فعلياً بتطبق بشكل صحيح، تمام؟ كمان نقطة عندنا أنه اللي هي استخدام الأسلحة، يعني مثلاً طبعاً الأسلحة البيضاء قصدي، يعني واحد مثلاً معه عصا، أوكي؟ واحد مثلاً أجاني واحد في الشارع تعرض لي معه عصا، معه جنزير، معه مثلاً سكين، معه اللي هي ماسورة أو شيء معدني، تمام؟ الآن أنا كان برنامجي أو اللي تبرمجت عليه وتدربت عليه شيء يعني خصم بدون هذول الأمور، فبالمقابل بس يصير معه شيء واحد اللي هو ما نفترض أنه عنده مثلاً سكين، عنده إشي، فصار تركيزه كله على هذا السكين، على الشيء اللي معه، فبالمقابل ببدأ الخوف عندي يشتغل 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 يشتغل، بصير عندي طب إيش أنا أتعامل معها، كيف أتعامل معها؟ أنا متمرنت على تكنيك للموضوع هذا ولا تكتيك؟ تكتيك اللي هو تخطيط، تكنيك طبعا تكنيك اللي مش عارف يعني هي مجموعة حركية، ما عندي مجموعات حركية ضدها ولا يعني أساليب، ولا عندي خطة معينة إني أقدر أتخلص من هذا الشيء، ما تمرنت على أي خطة فيها، تمام؟ فلازم تكون يعني متمرس على هذا كامل بحيث إنك تقدر تتغلب على هاي النقطة. نيجي كمان شغلة، هدف الرياضة اللي هو منتمي إلها، هدف الرياضة إيش؟ أغلب الرياضات القتالية هدفها شغلتين، أحزمة، تمام؟ أحزم مشاهدات، والهدف الثاني بطولات، إنه يحصل بطولة، يحصل هالميدالية أو قطعة القطع المعدنية اللي بأخذها. بس لكن هو فعلياً في يعني ما تدرب دفاع عن النفس، دفاع عن النفس مصطلحه أوسع شوي،
أوسع من رياضة الدفاع عن النفس. الرياضة هي مجرد أداء رياضي، يعني زيها زي الأولمبيات، تمارس الرياضة لجسمك، رياضة اسمها رياضة. أما الدفاع عن النفس أنت ممكن تستخدم أي شيء متاح لك عشان تدافع عن نفسك. يعني واحد مثلا نفترض هجم عليه، مسكت تراب رميت عليه، هذا دفاع عن النفس. أوكي، واحد مثلا واحد هجم عليها، واحد بده يسرقها، مسكت الشنطة اللي عندها ضربته في وجهه، ضربت، هذا دفاع عن النفس. أوكي، فاستخدام المتاح أي شيء بدون قوانين هذا هو الدفاع عن النفس. يعني مصطلحه أوسع من كلمة رياضة، أوسع من كلمة رياضة. تمام، النقطة اللي بعدها عندنا التركيز وإتقان الشكل، هاي ركزنا عليها إحنا كثير في الرياضات. مثلا نفترض زي مثلا في الكاراتيه، في التايكواندو، في الكونغ فو، بركز على شكلية الوقفة، وقفتك في الأرض، الحركة إيدك من هون، إيدك من هون مثلا في مسافة، أصابع من هون مثلا على مستوى الكتف، كوعك يكون نازل لتحت. أوكي، أنت يعني ركزت على هذا الكثير. يعني أنا تأخذ الحزام الأسود لا يقل عن 3 سنوات، بحتاج على الأقل 3 سنوات، يعني نحكي بالرينج الطبيعي أو بالوضع الطبيعي بحتاج 3 سنوات، ممكن في ناس قبل بأخذوه في ناس بعد. تمام، فأنا في الوضع الطبيعي بحتاج 3 سنوات. طب 3 سنوات أنا إيش تدربت؟ أنا فعليا تدربت على فقط اللي شكلية الوقفة، الحركة، حركة الجنب، الخلف، النزول 70% على الرجل الخلفية مثلا، 30% على الأمام، 50% ب50%. فكان هذا تركيزي على الشكلية وعلى الأسلوب، إني أظلني متبع على إشي يكون صلب. طب الواقع شيء ثاني، الواقع الحياة نحكي المشاكل كذا زي هيك، انت بتتعرض لواحد ضخم، تتعرض لواحد ما عنده قانون انه يضربك فيه، يعني عنده كل شيء متاح. كمان نقطة أخيرة راح أتكلم عنها اللي هي الخيال والبعد عن الواقع. كثير من التكنيك الضعيفة، أو مثلا نحكي المدرب اللي ما عنده خبرة، أو مثلا المدرب اللي يعني بيخترع حركات بس بعيد كل البعد عن الواقع، كلها ضرب من الخيال. يعني قبل فترة جاني واحد فبقول لي بدي أورجيك التكنيك كابتن، أنا في مدرب أعطانا كذا 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 زي هيك، فورجاني يعني مثلا كابتن، طبعا راح يطبق معنا الكابتن بشير، حي الله. أجل طبعا الشخص مسكني من الخلف، فمسك زي هيك، قال بقول لي امسكني زي هيك، فمسكته على أساس بقول لي قال إيش، إنه قال يمد إيده هيك يسحب بطنه للخلف، قال بحط إيد شوف قال هيك بسوي هيك. أوكي، فلت بس هيك، قال باعتقاده انه هيك هاي الحركه كامله. طيب الخصم ما بيستنى بهذا الشكل. شغله ثانيه، الواقع مختلف تماما، لانه ممكن مسكته قوي، لو مثلا طبق على ارض الواقع امسكني بقوه ها اكيد يعني مش راح اقدر، ها شوف مش راح تيجي، فممكن الخصم حتى يتحرك فيه. فلازم يكون هون تكنيك، يكون تكنيك فعال. يعني نفسها بشوف انا مثلا مره زي هيك في مدرب قاعد منزل مثلا لقطه، فانه مثلا مسكه من الخلف قال انه لو مسكت بهذا الشكل شو بتسوي، تحط ايدك هيك وتضغط. طيب ضغطت بعدين قال ايش، بيمثله طبعا انه قال انه تالم، ها في الم ما في الم. فلذلك يعني هذا خيال، هذا تمام. نفس الشيء انه قال واحد مسك ايدك تسوي له زي هيك، طبعا هذا في اللقطات بيظهروها، سوى زي هيك المدرب، هذاك لف و90 لفه ووقع في الارض. فهذا بعيد عن ارض الواقع، ارض الواقع مختلف تماما. طبعا بتمنى اذا استفدتم من الفيديو تنشروه وتابعونا على اليوتيوب فهد المهر، واي شيء بتحتاجوه ان شاء الله احنا جاهزين، اتركوا لنا تحت الكومنت رايكم، يعطيكم الف عافيه.